السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد بعد شهر من التوقف عشان كان عندي الحمد لله كورونا. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن أرباح عملة كرانك لمدة شهر زي ما طلبته، وهنراجع أرباح الأجهزة اللي عندي، وبعد كده هنعمل جولة سريعة على المشاريع اللي أنا شغال فيها وأوريكم إيه اللي بيحصل فيها. لو ما كنتش مشترك في القناة يا ريت تشترك، دوس اللايك، اكتب لي اي كومنت عن اي حاجة بتيجي في دماغك عن المشاريع اللي موجودة. انا بصراحة عندي كم مشروع لسه بذاكرهم، وان شاء الله اجيب لكم حاجات جديدة في الفيديوهات الجاية. نبدأ بالانترو ونخش على طول على ارباح الكرانك لمدة شهر. خليكم معايا. يلا بينا نرجع بسرعة نخش في موضوعنا. ادي زي ما انتم شايفين ده الموقع الرسمي لكرانك. زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت crank.io، هسيب لك رابط الموقع في الديسكريبشن تحت. اول حاجة هنشوفها في كرانك ادي الاكسبلورال بتاعهم. عندنا دلوقتي 5132 ماينر شغالين او اشتروا رخص، منهم 4683 اونلاين دلوقتي. ال 4600 دول انا ليا منهم 5. زي ما رجعنا في الفيديوهات اللي فاتت، عشان تشترك في مشروع كرانك لازم يكون عندك جهاز من اجهزة الهيليوم للتعدين. هتحولهم زي ارجع للفيديوهات القديمة، او حاسب لك روابط برضو فوق على الفيديو لتحويل كذا كل نوع من الانواع اجهزة الهيليوم عشان تعدن كرانك. بالراجع بسرعة بتشتري الرخصة ب 150 دولار، بما يعادل 150 دولار بعملة الكادينا، وبتعمل ستيكينج لما يعادل 100 دولار بعملة الكرانك. ادي الداشبورد بتاعي زي ما احنا شايفين. الجيت ويز اللي شغاله هشغل لكم، هوريكم دلوقتي ارباحهم لمده 30 يوم كل جهاز فيهم. ادي 1 2 3 4 5، ادي 5 اجهزه، هناخدهم واحد واحد بسرعه كده. عايز الفت انتباهك لحاجه، ان كل ما زاد عدد الاجهزه في مكان واحد ما بيبقاش ايكوالي كل واحد بيعدن قد ايه، لان الريسيف ليه طاقه، هشرحها لك دلوقتي واحنا ماشيين. زي ما انت شايف ادي اول جهاز. هنشوف هنا نراجع ال 30 يوم كده، ادي تعدين الجهاز لمدة 30 يوم. زي ما انت شايف البربل اللي تحت ده التعدين بتاع السند لما بيسند سيجنال، والاخضر ده يعني الجهاز ده اللي بقى ده اللي ارسله، والاخضر ده اللي استقبله. زي ما انتم شايفين هنا كده الجهاز ده في 30 يوم عدن ب 30 دولار، بما يعادل تقريبا 1 دولار في اليوم زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت. لو حبينا نشوف انه من يوم ما اشتغل الجهاز، هتلاقي ان الجهاز ده كده عمل 41 دولار. اما في 30 يوم 30 دولار 78 سنت، في أسبوع عمل 6 دولار ونص، آخر 24 ساعة اللي هم احنا لسه ما خلصوش دلوقتي عمل 88 سنت. نرجع على الجهاز اللي بعده، احنا شفنا أول جهاز ده عمل 30 دولار في 30 يوم، بما يقارب دولار في اليوم. الجهاز اللي بعده هنخش على 30 يوم، عمل 30 دولار و90 سنت، آخر أسبوع عمل 6 دولار و60 سنت، اليوم السابع لسه مخلصش اللي هو النهاردة. لو جينا نشوف عمل كام من يوم ما اشتغل خالص، هنلاقي 42 دولار و45 سنت. نروح على الجهاز اللي بعده، برجع واقول لك ان عشان الاجهزه دي كلها في مكان واحد
ما بيعدنوش بالتساوي، لان في جهاز بيبعت سيجنال مش كل الاجهزه بتقدر تستقبلها عشان في كذا جهاز، فاربعه منهم بيستقبلوا واحد لا، فحسب قوه السيجنال اللي واصله للجهاز او الانترنت اللي واصل للجهاز بيحدد مين هيستقبل ومين لا. ده الجهاز الثالث، هنخش على 30 يوم هنلاقيه عمل 23 دولار، يعني اقل ب 7 دولار من بقية الأجهزة. لو جينا نشوف في 90 يوم هنلاقيه عمل 29 دولار، وده عشان الأجهزة كلها موجودة في مكان واحد، فمش كل سيجنال بيبعتها جهاز كل الأجهزة الباقية بتقدر تستقبلها. ده ليه الجهاز بيعدن أكتر من التاني. 30 يوم عمل 23 دولار. هنخش على الجهاز الرابع، ادي الجهاز الرابع 30 يوم عمل 23 دولار 0.7 سنت، من يوم ما اشتغل عمل 29 دولار 27 سنت. نخش على آخر جهاز، اللي هو ده اخر جهاز انا شغلته. هنخش على 30 يوم عمل 29 دولار 28 سنت، من يوم ما اشتغل عمل، يعني هو لسه ما كملش الشهر، 30 دولار 55 سنت تقريبا، 30 دولار 55 اها. الجهاز ده وقف يوم هنا كان فصل عنه النت، وفي يوم عمل قليل زي ما انت شايف، وفي ايام بيعمل كتير. المهم نرجع ونقول ان انت لو حطيت في مكان واحد اكتر من 4 اجهزة، هتبص تلاقي اول جهازين بيعملوا التوب اللي هو ال30 دولار في الشهر، وبقية الاجهزة بتبقى اقل شوية. ارجع واقول لك هنا في الاجهزه، انت شايف الرانك ده زي الـ الجهاز بيشتغل بباور كام، بس في كرانك الاوبشن ده لسه ما اشتغلش، فده ما بيأثرش في التعديل. لما يشغلوا الاوبشن بتاع المسافه بين الاجهزه، هتبص تلاقي عندي الجهاز ده 95% بيعدن عالي جدا، والجهاز ده 33% بيعدن اقل. زي ما انت شايف هنا، ده اول جهاز شغلته اشتغل ب 95، 84، 86، واحد. كل ما بتزود اجهزة، لو زودت جهاز تاني على الخمسة دول هتبص تلاقيه مثلا 15%. بس الحمد لله لحد دلوقتي الرانك ده ما بيأثرش في التعدين. كل الفروقات اللي شفتوها في التعدين دي كانت عشان انه الاجهزه كلها في مكان واحد، وفي ماكسيمم اماونت، يعني اما جهاز يبعت بيكون في ماكسيمم كم جهاز يقدر يستقبل بيكون ده، عشان كده ممكن ده يبعت بيكون الثلاثه دول يستقبلوه وده لا، اما ده يجي يبعت بيكون الثلاثه دول يستقبلوه ده لا، ده عشان الاجهزه كلها في مكان واحد. لما رجعت الخريطة هنا لقيت انه لحد دلوقتي مفيش حد جنبي بيعدن، فعشان كده انا ما بستقبلش بيكون غير من الاجهزة بتاعتي. ادي اهو دي الاجهزة بتاعتي، بس انا طبعا عشان في الهيليوم حاطط حاجات في اماكن مختلفة، بس هم فيزيكالي في نفس المكان. حواليا مفيش اي جهاز تاني، ده عشان كده انا ما بستقبلش بيكون غير من اجهزتي انا بس. كده تكونوا شفتوا ارباح الخمس اجهزة بتوعي في كرانك لمدة 30 يوم. خلينا نقول متوسط في الخمس اجهزة دول الجهاز بيعمل 25 دولار في الشهر. 25 في 5 يعني 125 دولار في الشهر، يعني
أرجع فلوس الرخص بتاعتهم في حوالي 10 شهور، وبعد كده اللي داخل أرباح. فكر، احسب، قيم. زي ما بقول في كل فيديو، أنا ما بديش نصيحة بإن أنت تدخل أو ما تدخلش، أنا بحط الأرقام قدامك وأنت حضرتك سيد قرارك. فاصل 10 ثواني وهرجع أوريكو بقية المشاريع ماشية إزاي. ورجعنا بسرعة على طول. كنت كلمتكم في الفيديو على اللي فات على مشروع اسمه ثينكس اي اكس، وكنت اوريدي شغلت فيه جهاز زي ما انتم شايفين، بس لحد النهاردة معدنش ولا سنت. السبب في كده ان المشروع ده فيه نوعين من الاجهزة، ماينرات زي اللي احنا عارفينها وبرضه بيشتغل بماينر الهيليوم، والجهاز التاني اسمه مابر. المابر ده المفروض انت بتشتريه وتلف بعربيتك كده عشان تكونكت مع كل الماينرات اللي موجودة، تفعلها، تأكد مكانها وتفعلها. فالمشكلة الكبيرة بقى في المشروع ده انه انت بتستنى، بتشغل جهازك وتسيبه ستاند باي زي ما انا عامل كده لحد ما ربنا يكرمك ومابر يعدي من المنطقة اللي انت فيها، يكونكت مع الجهاز بتاعك، يأكد موقعه، يبتدي يعدل. المشروع ده شغال ان المابرز دول لسه عددهم قليل، اجهزة المابر مش موجودة حتى عشان تشتريها. الجهاز محتاج يتعمل له مابنج كل قد ايه، الجهاز المفروض يعدي عليه مابر كل تقريبا 6 شهور. لما المشروع ده انتوا فكروا كده اعمل لكم فيديو عليه ولا لا؟ اعتقد في الدول العربية مفيش ولا مابر، فالمشروع ده مش هيبقى شغال. في المانيا وفي دول اوروبا وفي امريكا في عدد قليل من المابرز، فمفيش جارانتي انت ممكن الجهاز بتاعك يتعمل له مابنج كل قد ايه. فانا حطيت المشروع ده كده في الدرج لحد ما نشوف موضوع المابرز ده هيرسى على ايه، لان بدون مابر ما يعدي على المنطقة بتاعتك مع جهاز المابن كل 6 شهور انت مش هتعرف تعدن اي حاجة. نخش بسرعة على المشروع اللي بعديه، الهيليوم. وادي اللي بيحصل في الهيليوم. الاجهزة اللي شغالة عندي هيليوم بتعدن في اليوم حسب مكانها وحسب النت من 17 اي او تي لحد 87 اي او تي بارقام مختلفه زي ما انتم شايفين كده. سعر الاي او تي، ادي اي او تي سعره 0.002 سنت. يعني انا مشغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اجهزه هيليوم بتعدن في اليوم كلها على بعضها كده حوالي دولار. يعني التسع اجهزه بيعملوا دولار في اليوم. عشان كده لو قارناه بالكرانك هنبص نلاقي ان الجهاز الواحد في كرانك بيعدن بما يعادل 30 ضعف لتسع اجهزة هيليوم شغالين مع بعض. ولا دايما لوجه الله. نخش على المشروع اللي بعده. فاكرين الديبر كونكت اللي كنا اشتريناه كذا حد فينا اشتراه من سنتين؟ انا لسه مشغله بس كتعدين، هو ما بيعمليش حاجه خالص. انا بستخدمه كفي بي ان بس عشان يبقى عندي سكيور انترنت، اكتر من كده ما بستخدموش. بستخدمه في ايه تاني؟ بستخدمه عشان انقل النت بتاعي في البلد اللي انا عايزها. يعني انا موجود في اوكرانيا بس عايز اشتري بي ان سبورت في اوكرانيا، مش مسموح لي لان اوكرانيا مش بلد اقدر اشتري منها البي ان سبورت، فبقوم محول التانل بتاعي هنا اكن انا موجود في قطر مثلا، من جوه قطر اشتري. عايز اشتري مثلا شاهد، لما باجي اشتريه من دولة اوروبية اضرب
سعره في 10 عن ما بشتري من مصر مثلا او من السعودية. فبقوم داخل محول النت بتاعي اكني موجود في السعودية، اشتري الاشتراك اللي انا عايزه وبعد كده انقل. في ده هينفعك في حاجات كتير قوي بيختلف سعرها من بلد لبلد. يعني مثلا الكورسات، انا الفترة دي زي ما قلت لكم في اول فيديو خالص انا قاعد بتعلم وبدرس دلوقتي سايبر سيكيورتي. فلما باجي اشتري كورس اونلاين سعره في المانيا غير سعره في مصر غير سعره في امريكا، فبخش اغير النت بتاعي على راندم لكده اشوف اقل سعر اقدر منه اشتري الكورس ده او البرودكت ده، احول عليه اشتري السلعة اللي انا عايزها وبعد كده ارجع للنت الطبيعي بتاعي. دي الاستفادة اللي بستفادها دلوقتي من ديبر كونكت او ديبر نتورك اللي كان التوكن بتاعها اسمه DBR. كده لفينا لفة بسرعة في الكم مشروع اللي انا شغال فيهم. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو في مشروعين او 3 بذاكرهم دلوقتي، اللي هلاقيه مناسب هعمل عليه فيديو، لان زي ما تعودنا انا ما بعملش فيديو غير على مشروع انا دخلته. لما نيجي نتكلم على مشاريع ان جنرال هعمل لها فيديو لوحدها، لكن المشروع اللي بعمل له فيديو لوحده ببقى انا اوريدي اقتنعت بيه ودخلت فيه. فاصل 10 ثواني وهنرجع نراجع مع بعض الاول مرة اعملها، سوق الكريبتو والعملات اللي انا متابعها ماشية ازاي. لو انت متابع نفس العملات ممكن تستفاد من الرأي اللي بقوله لك. 10 ثواني وراجع لك نشوف سوق الكريبتو ماشي ازاي. ورجعنا على طول، يلا نبتدي. بسم الله. في الجزء ده كل ما نعمله احب اكد ان انا بتكلم من وجهة نظر شخصية بدون جارانتي او بدون ضمان ان اللي بقوله صح او اللي بقوله غلط. انت خد الخطوط العريضة من اللي انا بقوله وبعد كده راجع بنفسك. هنبتدي اول حاجة استحواذ البيتكوين. البيتكوين دلوقتي السيولة اللي فيه واصلة ل 52% من سوق الكريبتو، يعني نص تقريبا، اكتر من نص الفلوس الليكويديتي اللي محطوطة في عالم الكريبتو موجودة في البيتكوين. دي اول خريطة انت محتاج تشوفها من وقت للتاني. يعني هنا الناس ابتدت تبيع عملات تانية وتشتري بيتكوين، هنا الناس باعت البيتكوين مقابل عملات تانية، هنا رجعوا يشتروا بيتكوين تاني. تاني حاجة ادي البيتكوين. البيتكوين زي ما انتم شايفين وصل لمقاومة هنا 42,000 وارتد منها طلع تاني. وان جنرال البيتكوين لسه في ترند صاعد، مفيش اي مؤشر على الهبوط. الاثيريوم نفس الكلام، ترند صاعد نزل لحد المقاومة بتاعته هنا ورجع رد تاني لفوق. انا ما بستثمرش لا في البيتكوين ولا في الاثيريوم. انا حاطط شويه فلوس في البي ان بي عمله باينانس، وزي ما انتم شايفين هنا دي عمل برضو رجع للمقاومه اللي كانت على 288 وابتدى يطلع تاني. عملة تانية أنا متابعها الكادينا، بما إني بشتغل في الكرانك فالكرانك بتشتغل على البلوك تشين بتاعة كادينا. الكادينا لسه برضو في ترند صاعد، البول ماركت لسه شغال، كل العملات بتطلع. السولانا عشان الهيليوم، سولانا وهيليوم تقريبا مرتبطين ببعض بشكل دايم. السولانا برضو في ترند صاعد اهو، بقى لها اسبوع بتطلع، طلعت من كانت نزلت لحد 78 دولار وابتدت تطلع النهارده ب 104. انا شخصيا كل الاي او تي اللي بيعدنوا الماينرات بتاعتي بقوم احوله على طول لسولانا. نرجع على اخر حاجه الهيليوم.
ولا دايم إلا وجه الله. كلنا فاكرين أما وصل ل$60 من سنتين أو سنتين وشوية. برضو زي ما انتوا شايفين هو في ترند صاعد، وصل لحد نقطة المقاومة هنا ورجع رد تاني من 95، رجع طلع النهاردة ب97. والمفروض ان احنا هو هنا صد في مقاومة وابتدى ينزل، لو كسر 8.5 وابتدى يطلع عندنا مقاومة تانية هنا، لو عداها هيكمل طلوع، لو فشل هنا او فشل هنا يبقى هنبتدي ننزل تاني لحد اي خط دعم من دول ونشوف هيرد منه ولا لا. يا رب اكون قدرت افيدكم بفيديو النهاردة. انا ما كنتش جاهز ان انا اعمل فيديوهات، بس في كذا حد امبارح على جروب التليجرام طلب ان انا اوريكم ارباح 30 يوم من الكرانك، عشان كده عملت الفيديو ده. من فضلك لو بتشوف الفيديو ده وانت لسه مش مشترك في القناة يا ريت تشترك، اضغط على اللايك عشان فيديوهاتي تقدر توصل لعدد اكبر من الناس. لو عندك اي سؤال في دماغك اكتبه لي في الكومنتات وهرد عليك فورا. انا تقريبا كل الكومنتات برد عليها، ويا رب تكونوا كلكم بصحة وفي احسن حال، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.